السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الخط الأحمر. عنوان حلقتنا في هذا المساء نتحدث عن ظاهرة الفقر. وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور يوسف الأحمد الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمنطقة الرياض. أهلا وسهلا دكتور يوسف. أهلا بكم بالمشاهدين. سعيدين بتواصلك معنا في البرنامج. الله يبارك فيك ويعافيك. يسرنا تواصلكم عبر هواتف البرنامج من داخل المملكة 01-239-9111 وكذلك من خارج المملكة 00-966-123-99-222 وكذلك عبر إيميل البرنامج 11@الأسرة.tv. وكذلك يسرنا مشاركتكم بالإجابة على سؤال البرنامج: هل الفقر يعتبر ظاهرة اجتماعية؟ أرسل رقم 1 إلى الأرقام التي توجد أمامكم في الشاشة. أرسل رقم 1 إذا كانت الإجابة بنعم، ورقم 2 إذا كانت الإجابة بلا، ورقم 3 إذا كانت الإجابة ليست لا تصل إلى حد الظاهرة، ورقم 4 إلى حد ما. والأرقام موجودة أمامكم على حسب الاتصال موبايلي أو زين أو الاتصالات السعودية. دكتور يوسف، أكرر ترحيبك في هذا اللقاء. الله يبارك فيك عافية. دكتور يوسف، حينما نتكلم عن الفقر، هل هو ظاهرة أو تعتبر مشكلة اجتماعية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. أظن من أوضح الواضحات أن الفقر هو مشكلة واضحة في العالم الإسلامي. ولكن لعل الحديث أو سؤالك يعني يرتكز على دول الخليج أو المملكة مثلا. نعم. فبحسب تعريف الفقهاء للفقر، فإن أكثر المجتمع فقير. أكثر المجتمع السعودي فقير. هل هناك مقياس معين عند دكتور يوسف؟ المقياس الشرعي. ما هو؟ الذي لا يجد كفايته. نعم. فهو فقير. فالذي لا يجد مثلا راتبه ما يكفيه إلا 20 يوم أو 15 يوم، أو شخص مدين ولا يستطيع السداد، فهو داخل في دائرة الفقر ويستحق الزكاة شرعا. حنا عندنا الآن أن الفقر الذهني، الصورة الذهنية للفقر، أن شخص يعيش في بيت من عشة وأنه ما يجد ما يأكل ولا يشرب ولا هذه صورة نمطية. لكن الفقر في حياتنا أوسع من ذلك. قد يكون أستاذ في الجامعة وهو فقير، قد يكون معلم وهو فقير، قد يكون مسرف، قد يكون مسرف أو استهلاكي في حياته. نعم، هذا موضوع آخر، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الذي لا يجد حاجته. طيب، لديك يعني دراسات أو إحصاءات تبين فعلا أن هناك أو أكثر المجتمع فقير؟ أنا أشعر أن الموضوع أوضح من أن نثبته بدراسات أو إلى آخره. نعم. فأنا أظن لو بينت هذا للمشاهد الآن، نعم، لا أظن في أحد يخالفني فيه. فأنا أقول مثلا، أنا ما أتكلم عن ذوي الدخل المحدود أو الناس اللي ما وجدوا وظائف، وأنا ما أتكلم أيضا عن الأرامل ولا عن الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض أو في غيرها، ولا أتكلم عن الذين لم يواصلوا دراستهم، ولا أتكلم عن الذين واصلوا دراستهم ولم يجدوا وظائف. أنا أتكلم مثلا، خلنا نفترض أفضل الناس الذين أخذوا الشهادات، أخذوا الشهادة الجامعية وبمرتب وبمعدل ممتاز، طيب، وجد أحسن وظيفة براتب عالي، هذا لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يشتري سيارة، لا يستطيع أن يشتري بيت، ولا يستطيع أن يستأجر بيت، لا يستطيع أن يؤثث البيت إلا أن يكون وارد الثري، أو بالزكوات والصدقات، أو بالقروض الذي تقسم ظهره وتجعله أسير لها طيلة حياته وتدخل في أنفاق الفقر التي يصعب التخلص منها فيما بعد. نعم. يعني أنت تقول بأن يعني حتى الذي يستلم راتب معين بأنه فقير ولا يجد يعني أحد يساعده في إنشاء حياته، تقول أنه فقير. أنا أقول المجتمع عندنا ينبغي أن تكون المسألة واضحة وحتى نعالجها. إحنا الآن ولله الحمد المشايخ وطلبة العلم يحتسبون على كثير من المخالفات الشرعية. من المخالفات والمشكلات أيضا يجب فيها الاحتساب حقوق الناس. نعم. والمشكلة الموجودة، ويجب أن نبذل الوسائل الشرعية والحسية في معالجتها. يعني ليس فقط أسباب الحسية والشرعية، فقد تكون هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى. لكننا نحن الآن في أغنى دولة في العالم تقريبا، وفائض الميزانية ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله علينا،
تجاوز المئات المليارات من الدولارات، يعني أرقام فلكية ضخمة جدا، ومع ذلك ماذا استفاد المجتمع خلال السنيات الأخيرة؟ الفقر يزداد، يعني في فهناك تناسب عكسي، وهذا يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى تصحيح. وأولى ما تبذل فيه الأموال والمال العام هو حاجة الناس وسد فقرهم وسد حاجتهم. نعم. الناس غير قادرة على الزواج، هذه أنا أعتبرها أكبر معضلة اجتماعية. طيب، موجودة. قبل أن ندخل يعني في بعض الحاجات التي يحتاجها المجتمع، يعني فعلا هناك فقر، لكن قد يكون دكتور يعتبر ظاهرة طبيعية، حتى في أغنى دول العالم يوجد هناك فقراء. ويعني خير مجتمع يعني كان في فقراء هو مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أليس كان فقيرا؟ بلى، ما أستطيع أن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم الفقر وذم الغنى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها استعاذ من فتنة الفقر، وقال وأعوذ بك أيضا من فتنة الغنى، فاستعاذ منهما، بل ربما فتنة الفقر أقل من فتنة الشر من فتنة الغنى. هذه قضايا شرعية لابد أن تكون واضحة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين يقول فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالغنى أشد خطرا. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما ثبت في الصحيحين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اطلعت على أهل النار، اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والحديث ثابت الصحيحين. فالفقر قد يكون يعني لا يلزم، يعني قد يكون خيرا للمؤمن، لكن حنا لا ندعو إليه، هو من الشر الذي يجب أن نرفعه ونسعى في رفعه. فحينما يكون هناك في العالم الإسلامي مثلا كثير من الدول فقيرة، طيب فنقول الحمد لله هذا ابتلاء من الله، وقد يبتلى الأفراد والأشخاص، وقد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون ابتلاء، لكن هو مما يجب علينا جميعا أن نسعى في رفعه وأن نسعى في دفعه. ولذلك شرع الله تعالى الزكاة حتى لدفع ضرر الفقر على الناس. نعم. لكن دكتور الآن يعني هناك يعني خطوات يعني خصوصا كما ذكرت أنت الآن في السعودية تسعى إلى محاربة الفقر، وكان هناك يعني جدل قديم لعلك تذكره مع وزير الشؤون الاجتماعية الوزير العكاس، وكذلك مع وزير التخطيط، بأن أحدهم قال سينتهي الفقر المدقع في عام 2006، وأحدهم قال لا اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية في عام 2009، وطبعا يعني انتهى أمدهم. هل انتهى الفقر؟ لا هذا ولا ذاك، الفقر قد ازداد ولا شك والأمر واضح. طيب. وأنا أقول يعني حنا بحاجة إلى أن نطرح يعني أن نقول إن المجتمع فقير وإن الشباب وضعه صعب، هذا لابد أن نعترف به. يعني الآن أكبر معضلة اجتماعية قائمة هو عدم قدرة الشباب على الزواج، وترتب على ذلك أكبر معضلة اجتماعية أخرى وهي عدم قدر وهي ظهور ظاهرة تأخر النساء في الزواج. إذن سنتحدث عن هذه المعضلات بكثير من الوقت، لكن بعد هذا الاتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي، محمد يعقوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حياكم الله وأهلا وسهلا بك، تفضل. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. حياكم الله، تفضل. شكر الله لكم يا أخي على هذا البرنامج، وشكر الله لضيفكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. الله يبارك فيك. الحقيقة هو أحدثكم من رجال ألمع، الله يحفظكم، وحول هذه الظاهرة الحقيقة باعتباري نائب رئيس جمعية البر في محافظة رجال ألمع، ولعلي الحقيقة قريب من هذه الظاهرة، وإن كانت الحقيقة يعني ربما يختلف الناس في تسميتها ظاهرة أو لا تسمى ظاهرة يعني حسب سؤالكم المطروح. لكنني أقول يعني قبل كل شيء، فالفقر هو قدر من الله سبحانه وتعالى، كتبه الله على شريحة من خلقه، ولعل في ذلك خير. فقد ورد الحقيقة أنه من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لبطر، أن منهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفكرته لكفر. فهو قدر من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن يرضى بهذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى.
الحقيقة يعني أنا يعني ممكن أن أسميها ظاهرة، لأن الحقيقة كما قلت أنا قريب من العمل مع هذه الشريحة، ورجال العلم على الحقيقة يعني لا تخلو أيضا مثلها مثل بقية يعني مناطق المملكة وحتى العالم كله، لأن العالم كله ربما يوجد به الفقر. نعم. مع أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه البلاد بنعم كثيرة، وولاة أمرنا حفظهم الله يعني هيئوا للمواطن كل ما يسعده وكل ما يريحه وكل ما يجعله يعيش في رغد من العيش، لكن مع هذا تبقى هناك بعض الحالات التي يعني. طيب أستاذ محمد نعم. بما أنك نعم. مسؤول في جهة خيرية، هل تعانون يعني من الميزانية الموجودة التي مثلا تعطيكم وزارة الشؤون الاجتماعية؟ نعم نعم نعم، هي قليلة جدا، لا تفي الحقيقة يعني بالأعداد التي موجودة. يعني نحن الآن نتعامل مع ما يقارب من 970 أسرة فقيرة في محافظة رجال المع، دخلهم يعني دخل الفرد الشهري من هذه الأسرة لا يزيد على 500 ريال. يعني نحن لا نتعامل مع من يزيد دخله على 500، نتعامل مع كل من يصل دخله 500 فأقل من أفراد الأسرة، ومع هذا نحن يعني الآن عندنا 970 أسرة يعني. طيب الضمان الاجتماعي أستاذ محمد، الضمان الاجتماعي يعني أليس له إسهام في وجود يعني رواتب معينة شهريا تصل إلى كل أسرة؟ بلى بلى. ألا تكفي؟ بلى لا، بس لا تكفي، وإلا الضمان يؤدي دوره بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا متطلبات الحياة أكثر، وعلى هذا والأسر يعني بعضهم قد لا يجد يعني مسكن ملائم يسكن فيه، يعني بعضهم الحقيقة تحمل بكثير من الديون. لا. هناك الحقيقة بعضهم ليس له دخل إلا هذا الضمان فقط، فمع مع كثرة يعني الأسرة وتعدد الأبناء في الأسرة بارك الله فيك ستكون هذه الظاهرة موجودة يعني. نعم بارك الله فيك أستاذ محمد، شكرا على مداخلتك. شكرا لكم، الله يجزاكم بالخير. معنا عبد الرحمن من الرياض. أستاذ عبد الرحمن. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أرى أن الدعوة يعني يجب أن يقترن يعني الدعوة إلى يعني إغناء الناس وكذا، إلى الدعوة إلى أيضا ملء قلوبهم بالإيمان. فالوضع الحالي الآن من انتشار الفساد ويعني والناس غالبهم فقراء، فمشكلة يعني إذا أغنينا الناس والوضع على ما هو عليه فالوضع صعب، فنطالب بإغناء جيوبهم وأغناء قلوبهم بالإيمان وطاعة الرحمن. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا سعد الرحمن. دكتور يوسف، نعلق على مداخلة الأخ محمد، يقولنا من رجال المع وعندهم تقريبا 970 أسرة وأنهم يعانون من قضية الدعم، وأن الدعم الذي يصلهم من الضمان الاجتماعي لا يكفي. عندي مثال آخر. نعم. أنا وقفت مرة على مؤسسة مكة القسم النسائي، وكان عندهم توزيع معونة بسيطة عبارة عن 200 ريال للأسرة، 200 ريال عبارة عن 200 ريال فقط، وكرتون في بعض الأرزاق. فكان هناك أعداد هائلة وزحام شديد، ويأتون مسافات بعيدة، قيمة سيارة الأجرة ربما تأخذ بثلث هذا المبلغ أساسا، ويأتون من فترة مبكرة ولا يمشون إلى بعد ساعات طويلة وانتظار سيارات الأجرة، والقلب يتقطع لرؤية هؤلاء. يعني هل معقول لهذا المبلغ الزهيد ثم يضعون لافتة إننا في العام القادم كله لا نستطيع استقبال أسر جديدة لعدم وجود الكفاية؟ وضع حقيقة يقطع القلب يعني. فالمفترض أن يكون هناك دعم سخي، لأنه لله الحمد كما ذكرنا أن الدولة غنية ولله الحمد والمنة، وفائض الميزانية بمئات المليارات، فلا أقل بأن تدعم الجمعيات الخيرية عموما وجمعية البر والضمان الاجتماعي وزيادة هذه المبالغ، حتى الجمعيات الخيرية، حتى يصل الخير إلى أفراد الناس بل إلى عموم الناس. ويعتبر الدعم في الضمان الاجتماعي هو الرقم الأنشط من الميزانيات التي تكون على المؤسسات الحكومية، ينفق في العام الماضي قرابة 18 ألف مليار أو 18 مليار تقريبا على ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الضمان الاجتماعي، رقم يعني يعتبر نشيط وغير سهل. نحتاج إلى 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 تتمة له وزيادة بما يسد حاجة الناس بالأرقام الموجودة عند الدولة ولله الحمد والمنة، وفائض الميزانية كما أسلفت المبالغ ولله الحمد كبيرة. أما أن تكون هناك أسر لا عائلة لهم أو من السجناء أو غير ذلك ولا عندهم رواتب، ويكون فيها 10 أطفال أو 5 أطفال ونساء ومطلقات وغير ذلك، ثم تأتي مبالغ زهيدة،
هذا لا يمكن أن يكون حلا أبدا. طيب لماذا بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات الغنية حينما تناقش الفقر تظن بأن قضية مناقشة الفقر يعتبر شيء صعب أو شيء من العار أو شيء يعني يجب إخفاءه؟ أنا أقول ينبغي علينا هنا أن نقر بهذه الحقيقة وأن نبدأ بخطوات عملية في حلها، فلا بد من معالجة هذه الأزمة الموجودة. وأنا عندي ودنا ندخل شيخ عبد الله في الخطوات العملية في المقترحة لمعالجة أزمة الفقر، لا أن ندخل نبقى في قضية التوصيف العام. طيب بعد هذا الاتصال الهاتف اللي نأخذه من حائل، أحمد القريشي من حائل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم الجنة ويغفر لنا ولكم، آمين يا رب العالمين. وإياك، تفضل أحمد. يا شيخ ودي أسألك الآن، عندي عامل وقالوا لي كود تأمنه تأمين صحي، ما أدري وش حكم التأمين الصحي إذا كان هذا أمن العيال أهل بيتي اللي راحت فلوسنا بهالمستشفيات. بارك الله فيك يا أحمد، أنا أشيرك إلى أوحيلك إلى برنامج الإفتاء غدا الساعة 8:30 إن شاء الله مساء. يا بعد حي خلها الشيخ يفتيد أنا، الله يجزاك طيب خير. طيب شكرا لك، مع السلامة. شكرا سيد أحمد. شيخ يوسف نجيب طلبة بس بشكل سريع ونحيله إلى برنامج الإفتاء. التأمين نعم. التجاري هو داخل في دائرة التحريم نعم. الاجتماعي على الربا والغرر، هذا بإيجاز نعم. أي نعم. وهو واقع التأمين الصحي أنه لا يوجد فيه شيء ما يوافق الشريعة فيما أعلم، وإنما هو داخل في دائرة التأمين التجاري. ولعل يعود يعني بإذن الله يعني قد يسأل في برنامج الإفتاء يجد التفصيل إن شاء الله. جميل جدا. ولذلك أنا أقول لو نوقف بس المداخلات حتى ندخل في الموضوع بعمق طيب أكثر أبشر. ثم نفتح المجال للمشاركة. طيب أبشر. طيب دكتور الآن أنت أشرت يعني قبل قليل بأن القروض البنكية أهلكت الناس نعم. حتى أصحاب الدخل الجيد نعم. ما في حل إلا القروض البنكية، ليس هناك حل للقروض البنكية. الإنسان يعني يريد أن يحفظ ماء وجهه من الديون من الناس من البشر، فيتجه الإنسان ليس لديه إلا هذه القروض. الحل يعني هناك جملة من الحلول نعم. والأستاذ عبد الرحمن اللي أجرى مداخلة قبل قليل نعم. اللي هو بذل الحلول الشرعية في معالجة الفقر نعم. وهي الصلة بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نعم. فالاستغفار والرحم والدعاء الله جل وعلا واللجوء إليه وأسباب دفع الفقر عن أفراد الناس، هذا مطلوب. يعني صلة الرحم من أسباب دفع الفقر، ومتابعة بين الحج والعمرة هي من أسباب الفقر. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد وغير ذلك. الاستغفار ينفي الفقر كما ثبت عن الله جل وعلا. فهذه أسباب شرعية لا بد من اعتبارها، وبين يدي أيضا أسباب حسية كثيرة، وأنت أشرت الآن إلى قضية جوهرية وهي قضية القروض. القروض الموجودة الآن هي من أسباب الفقر في البلد أنها مرتبطة بالبنوك. البنك هو قائم أساسا كله على القروض، والمستفيد من هذه القروض هو البنك، والجهة التي يتعامل معهم الطبقة الفقيرة في المجتمع. فهو الآن يقرض من ما يقرض الأغنياء، يقرض الفقراء. والبنوك الإسلامية الآن جاءت بسلع بديلة عن القرض المباشر، فجاءت بفكرة التورق، التمويل المالي بطريقة التورق، فبشراء سيارة أو أسهم أو رز أو سلعة أو نحوي. المهم أن الخلاصة أنه يقترض مالا ثم يرده بأضعاف مضاعفة. فاقترض مثلا 100,000 أخذ 100,000 وسيرده 180,000 ربما، فيدخل هذا في دوامة الفقر لأنه ما يستطيع، لأنه أصلا كان فقير وعند السداد في صعوبة، فيتراكم عليه الدين، وثم بعد ذلك فيضطر في حالات معينة إلى أن يأخذ قرض آخر ليسد به القرض الأول، فيدخل في قرض جديد وهو ما يسمى بقلب الدين، ثم يدخل في هذا المشوار الصعب. ولذلك الحل من عدة أوجه نعم. سواء كان بالنسبة للبنك أو بالنسبة للهيئة الشرعية أو بالنسبة للدولة نعم. أما بالنسبة للدولة فالذي أراه ينبغي بل أراه واجبا من واجبات الشريعة أن يكون لكل فرد من أبناء هذا البلد قدرة على الاقتراض. طيب القرض الاستهلاكي يسمى، حتى يتزوج، حتى يشتري سيارة، حتى هناك قروض في يعني 45,000 تقريبا المتزوج. نعم أحسنت، هذا قرض من بنك التسليف. بنك التسليف نعم. قروض سكنية أيضا نعم في حدود 45 فما دون نعم. لكنها غير كافية، فأنت تعرف أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج المهر والسيارة، السيارة يعني أقل سيارة يستطيع أن يتنقل بها في الحياة الصعبة الآن يعني ما لا يقل عن 60,000، استئجار شدة صغيرة تحتاج إلى ما لا يقل عن 25,000،
تأثيث هذه الشقة بالمكيفات بمعدات المطبخ بالأثاث الآخر كله يحتاج إلى مبالغ. يعني ما يستطيع الشاب أن يكون نفسه من خلال لا يمكن المعطيات الموجودة أو المتاحة. لا يمكن. ولذلك الحل أن زيادة هذا القرض من 45 إلى 200 ألف إلى 250 ألف، لكنها أيضا بضوابط، يعني ممكن يمر على مراحل. لكن بعض الناس يقول يا أخي واجد، يا أخي أنت تدفع من جيبك، يعني هذا الآن أول شيء قرض، هو قرض وليس، واللي يبي أقل ما في مانع. ثانيا هو سيسدد للدولة لكنه بقليل، يعني 500 ريال مثلا في الشهر أو أقل، 400 و300 ريال شهريا وبدون فوائد، وبدون فوائد، فيكون مرتاح. وهذا أعظم ما تتقدم به الدولة لمنفعة الناس هو هذا القرض الذي يستطيع من خلال الشاب أن يتزوج. إذا سعى الشباب في الزواج انحلت مشكلة العنوسة وتأخر الفتيات في الزواج، لأنها مقابلة الآن طلاب المرحلة الجامعية غير قادرين على الزواج، تسبب مشكلة اجتماعية بالطريقة هذه، تسبب مشكلة اجتماعية على الشباب وعلى الفتيات وهؤلاء الموظفين. لكن كيف نصب الآن أحوال العاطلين؟ سم كيف؟ الآن أنت وصفت الآن لقضية مثلا الذي مثلا موظف ويريد أن يتزوج ويقترض، يعني هذا ممكن يعني يقترض ويرجع البنوك، لكن الآن كيف نصب حياة العاطلين عن العمل؟ أحسنت. أنا سأعود إلى موضوع العاطلين وفتح المجال لتوظيفهم. نعم. وهناك حلول سهلة في توظيف الموجودين في المملكة كلهم بإذن الله تعالى. نعم. وهذا عندي أوراق ودراسة في الموضوع. طيب. وسأتيك عليها. نعود إليه. لكن أنا برجع إلى موضوع هذا القرض. أنا أرى أن هذا من أهم المهمات، وأنا أقول هذه الرسالة لعلها تصل إلى خادم الحرمين الشريفين، وسبق أن كتب فيها العلماء والمشايخ وطالبوا بأن يكون هناك في القروض، وأنها ترتقي إلى 200 ألف وإلى 250 ألف لكل شاب يرغب الزواج وحتى يعيش في حياته أو يبني حياته، يبني خلاص ينطلق في حياته، يعني ولا يكون هناك حسد فيما يعود الأموال، يعني تروح هنا وهناك في مشاريع يعني متفاوتة المنفعة. أرجع إلى البنوك. نعم. أنا أقول الآن الهيئة الشرعية في البنوك، الناس أغلبهم لا يقترض قروض ربوية ولله الحمد والمنة إلا أندر من النادر. نعم. لكن قد يأخذون أموال من طريقة التمويل الإسلامي كما يقال، التورق. نعم. وهناك هيئات شرعية، والهيئات الشرعية أنا أقول رسالتي لهم بأن ينظروا دائما في المصلحة الشرعية قبل مصلحة البنك، ومصلحة الناس قبل مصلحة البنك. فهم الآن البنك يعطي المنتج إلى الهيئة الشرعية لدراسته، والبنك يفكر في مصلحته، والحقيقة أنه سخرت طاقة هؤلاء لمصلحة هؤلاء الأفراد والملاك والبنوك، بينما الصواب أن ننظر في مصلحة الناس. وهناك حلول كثيرة جدا يجب أن يقدمها البنك لأفراد الناس بدون هذه الطريقة القاتلة الظالمة أو مؤداها إلى ذلك. ظن منا أننا نقيم مخرجا شرعيا، وفي الحقيقة أنه يؤدي إلى أنواع من الظلم. فمن الحلول مثلا، أنا كتبت مرة إلى بنك البلاد، كتبت إلى بنك الإنما، لكن ما حصلت استجابة، وكتبوا لي ردا يعني بالاعتذار. قلت لماذا لا يطبق ما يسمى بجمعية الموظفين؟ الآن معروف طريقة جمعية الموظفين، وصدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء والله الحمد بالجواز، وهو الراجح بدليله بإذن الله تعالى، فهو مخرج شرعي، والبنك يستطيع يعني أن يدير هذه الطريقة جمعية الموظفين بطريقة احترافية، وتفاوت دخول الناس، أن طالب أنت راتبك 1000، راتبك 10000، 30000، تدخل في مجموعات مختلفة، مدة 10 أشهر، مدة سنة، مدة سنتين، 5 سنوات إلى آخر، والمبالغ متفاوتة. فيكون في هذا إدارة لهذه المجموعات، جمعيات الموظفين، والبنك يستفيد فائدة مهمة وهي تثبيت الراتب عنده، فهو منتفع بهذه الطريقة بهذه الإدارة دون أن يأخذ مقابل ويشترط. ونعود إلى المشكلة الأخرى، فأنا أدعو حقيقة البنوك الإسلامية أن يبادروا إليها وأن يسارعوا إليها، وأن يطالب المشايخ في الهيئات الشرعية إلى ما يحقق مصلحة الناس، لا أن يكون التفكير فقط لمصلحة البنك فقط. نعم. طيب دكتور، الآن يعني في حال يعني عمل البنك بهذه القضية كده، يعني الدولة يعني ما يكون لها مثلا طريقة في حل الأزمة هذه؟ إذا كنا نطالب البنوك بالطريقة هذه، نقول الدولة الآن القروض اللي أنتوا يعني عاملينها في مثلا في الزواج في السكن تكفي. لا، ما هو بكل الناس عندهم رواتب، ولا هو بكل الناس عنده القدرة على هذا. ثانيا افتح الباب للخيارات كلها متاحة للجميع. نعم، لأن البنك الآن يقسم ظهور الناس ويقضي عليهم، فحتى أحيانا 250 ألف قد لا تسد الحاجة، وكثير من الناس الآن أغلب المجتمع السعودي مديون، يمكن أنا وياك الآن مديونين. نعم. والمشاهدين أغلبهم مديون، وأغلب لو أراد أن يسد دينه يمكن ما قدر يسد، لو أعطيته 250 ألف أصلا ما مشت.
إما من آثار الأسهم فيما مضى ممن تورط فيها، أنا لم ما تورطت يعني، لكن ممن تورط فيها وهم كثير من الناس، أو في متطلبات الحياة، بنى بيت استدان. طيب دكتور، نعم. الآن يعني أنا وأنت مع رواتب، لكن نتكلم الآن عن البطالة الموجودة في المجتمع. نعم. ليس لهم مأوى وليس لهم أي دخل معين، يعني حتى الآن يعني حتى ما في راتب شهري يصل إلى هذا الشخص لكي يتوظف. نعم. أنا أقول موضوع الوظائف نطرحها نسمعها كثيرا، وهناك وزارة العمل تتحرك وتطرح على مستوى عالي ولله الحمد في الدولة، لكن لابد أن نعرف لماذا لم يحصل التوفيق. هل الموضوع أخذ حقه وبعده وجوانبه الصحيحة ولا لا؟ هل هذا الموضوع أخذ حقه يعني مجلس الشورى ومن الجهات الرسمية في الدولة، سواء كان من الديوان الملكي، من وزارة العمل، من الجهات الأخرى، هل أعطوا الموضوع حقه ولا لا؟ طيب، والدراسات اللي قدمت والمشاريع البديلة التي قدمت ومجال الوظائف المتاح بين أيدينا، وأحيانا يعني التصرفات التي تلحظ أنه ليس هناك دراسة واضحة لواقع الناس بشكل جيد، ولذلك في لخبطة. يعني أضرب لك مثال، الآن الابتعاث للخارج. نعم. مثلا قد يبتعث طالب وراتبه في حتى يدرس المرحلة البكالوريوس راتبه 6000 ريال، راتبه هو طالب، حنا ندري انه اذا جاء وتوظف ما راح يستلم 6000 اصلا، وهو موظف يعني فيه مشكلة، يعني فيه خلل. بل حتى وفي المقابل ايضا هناك موظف طلاب هنا رواتبهم زهيدة 800 ريال، ويسكن في سكن الجامعة بمبلغ، انا اعرف عندنا طلاب في جامعة الامام ندفع لهم الزكاة للسكن، والا تخرج يطردون طردة من السكن اذا ما دفع. لماذا يعني مو طبعا جامعة الإمام غير هذا النظام، المكافأة لا تكفي، ما تكفي 850 لا تسمن وتغني من جوع، وهذه اذا جاءت تاتي متاخره، لكن دفعها يعني كونه يدفع للسكن، شاب صغير بيدرس ثم يطلب منه ان يدفع للسكن، وفي المقابل المبتعث يستلم راتب 6000 ريال والسكن على الدولة والتذاكر على الدولة، هذه مفارقة، هذه خطيرة، وأنا سآتي عليها بعد قليل. يعني موضوع الابتعاث هو ما يمكن أن يقوم به، يعني كلف الدولة 52 مليار ريال الابتعاث فيما مضى، هذا نستطيع من خلاله بدل أن تستنزف الأموال بهذه الطريقة وأن نبني به 40 جامعة. أنا ما أقول بالطريقة التي أنشئت بها الجامعات الآن اللي هو توليف 3 كليات في البلد ونضيف رابعة ونقول هذه جامعة جديدة، لا، ننشئ من جديد وننشئ كلية طب من جديد ونستوعب أضعاف 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 الطلاب الذين ذهبوا، ونفتح المجال للتوظيف. أنا إذا جعلت الجامعات هنا وفكرت تفكير صحيح، درست الطلاب بإذن الله لم يقعوا في المحاذير الشرعية، ثالثا كل جامعة استيعاب الكثير من المواطنين، طبعا كل جامعة ستوظف ما لا يقل عن 1000 و2000 شخص، أنا عندي 40 جامعة. نعم. فأنا أقول الأموال المسلمين أموال بيت المال رجع إلى الناس، وظفت الناس، لأن الجامعة تحتاج إلى أمن وسلامة، وتحتاج إلى حراس، وتحتاج إلى موظفين في أكاديميين وإداريين، فتحنا المجال وضعنا المال ورجع إلى بيوت الناس. طيب. نعم. طيب دكتور، الآن يعني أين الخلل؟ يعني الدولة يعني مشكورة يعني وفرت الميزانيات الضخمة، عند المشروع معالجة الفقر اللي يسمى صندوق الخير الوطني، عندنا إنشاء يعني ملك عبد الله أمر بإنشاء آلاف الوحدات السكنية الموجودة، يعني هل خلل في يعني الميزانية قليلة أم الخلل في الذين يعني ينفذون هذه الميزانية؟ والله أنا أشوف أن الميزانية قليلة بالنسبة لمعالجة الفقر، قليلة جدا ما فيها شك، لأننا من أهم المهمات لبيت المال أن يصرف إلى 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 الفقراء والمحتاجين وعموم الناس. ثانيا في صناديق ما تضر الدولة مثل القروض، يعني المال يرجع يعني يدفع للناس ثم يعود إليها. نعم. طيب، معنا اتصال هاتفي دكتور، بعدين نكمل معك النقطة هذه. معنا ياسر الحربي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. حياكم الله، تفضل. حبيت أسلم عليك وعلى الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع هذا، هو المشكلة ما هو في يعني في السيولة أو في النقد، أو المشكلة يا أخي في البيت الملك الآن. يعني أنت الآن لما تبغى تسكن في بيت ملك كم يكلفك البيت؟ يعني هو مشكلة الشعب السعودي هالحين البيت هو اللي يعانون منه. يعني الآن أنت مثلاً تبغى تسكن في بيت أقل شيء مثلاً 1,000,000 ريال إذا كنت تبغى تجاري المجتمع اللي أنت عايش فيه الآن. طيب ياسر، عندك حلول معينة تقترحها؟ والله يا أخي أقل شيء إن البنوك يا أخي، أو إن لما تقرض الشخص ما تقرض على 100 وتخلي مثلاً الفوائد تطلع 60-70,000 ريال، يا أخي تقرض 500,000-600,000 بحيث إن الرجل يقدر إنه يمتلك له بيت. الآن الرجل يجلس له تقريباً حوالي 25 سنة 30 سنة هو مستاجر، يعني ما في حل إنك
يعني تقدر انك تشوف امورك او انك تصرف نفسك، مستحيل. شكرا ياسر، شكرا. الله يعطيك العافية. لكم يا دكتور الان تقول بان هو قال البيوت، مشكلة البيوت. نرجع لل لا لا لا، ممكن نقولها مشكلة البيوت ومشكلة الزواج بعد، في مشكلة الزواج وتأثيث البيت اذا شراه وتملكه، فهي مشتركة يعني في متعاقبة. نرجع حتى الان في مشكلة ايضا في البيوت للتمليك الان من بعض البنوك، لكن اود ان اسالك، يعني تقول الان الميزانية انها قليلة. نعم. طيب المنفذين للميزانية الموجودة الحالية، أنا هل أظن بالطريقة؟ أنا أشوف أن المشروع يعني فيه خلل، يحتاج إلى تكامل، يعني سواء كان فيما يتعلق بالقروض، فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بإعانة الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن تعول نفسها. نعم. للمرضى، للنساء، للأرامل، إلى آخره، فهو في كل واحدة في شقها. نعم. طيب، أنا ودي أعود أستاذ عبد الله إلى موضوع التوظيف. طيب تفضل. أي نعم، اسمح لي، أنا ذكرت أنا مثال واحد نستطيع أن نوظف به ما لا يقل عن 50-60 ألف. أنا ذكرته بس هالمبلغ اللي هو 50 مليار، أن بدل ما وضع في الابتعاث وضع هنا لإنشاء مجامعات لاستوعب عشرات أضعاف الطلاب المبتعثين ووفر وظائف ضخمة جدا للبلد. مثال آخر، موضوع المستشفيات. الآن مطالبة العلماء والمشايخ فصل الرجال عن النساء في المستشفيات. أنا أتصور الآن يعني حسب إحصائية وزارة الصحة في المستشفيات، الآن في المستشفيات الحكومية غير الخاصة، طيب يوجد أكثر من 40 ألف وظيفة طيب متعين عليها من غير أهل البلد، بلغ أكثرهم من غير المسلمين. كل هذا لسد حاجة معينة، والنساء لا يريدون هذه الوظائف لأنها مختلطة. طيب لأن والسبب ليش؟ لأن محرمة شرعا، طيب ولا يرتضيها الناس. نعم. وش الحل؟ افصل الرجال عن النساء ثم ينكب عليك الناس. بعض الناس يقول لا المجتمع ما يبي، لا المجتمع يبي وظائف. مع الأسف احنا لا نحث على هذا، لكن النساء يبون يتوظفون. تجدهم الان في التعليم يسافرون الى مسافات بعيده وتذهب بمحرمها من اجل راتب زهيد 3000 ولا 4000 ريال في التعليم، وتبقى سنه وسنتين وثلاث. لكن لو فتح وجعلت المستشفيات منفصله واصبحت المراه تعمل فنيه أو ممرضة أو نحو ذلك أو إدارية في مستشفى لكنها نسائي 100%، لتوفر عندنا الآن ما هو 40 ألف وظيفة إذا انضم إليها المستشفيات الخاصة لكان أضعاف مضاعفة. نعم. طيب أستاذك في اتصالات هاتفية لازم يعني أن تكون في البرنامج. سم. معنا أبو عزام الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ يوسف. حياك الله ابو عزام. قصر التلفاز له انت. تفضل. الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ يوسف؟ بنعم الله يكرمك يبارك فيك. الله يعافيك. حقيقه يعني الموضوع موضوع واسع من جهه، وايضا حقيقه مهم وحساس جدا، لانه يمس يعني حاجه كل مواطن في هذا البلد، وهذا حقيقه يعني طرحكم هذا الموضوع يا شيخ يوسف الله يحفظك يرد على كل من يدعي ويزعم أن الإسلاميين والمشايخ لا يهتمون بحاجة الشعب وحاجة الناس الفقراء وغيرهم. فنسأل الله يا شيخ أن يكتب لك أجر طرح هذا الموضوع المهم. الله يسلمك. معي يا شيخ؟ نعم معك. طبعا. الله يبارك فيك. الله يعافيك. عندنا نقطتين بالنسبة للموضوع هذا. الأولى، النقطة الأولى يعني تتعلق بالبنوك. البنوك اولا لابد ان نعرف طبعا هذا من خلال دراسات متتابعه ان البنوك عندنا في المملكه اكبر، هي اكثر بنوك في العالم مستفيده ماديا، هذا باحصائيات موجوده ان اكثر البنوك نفعا في العالم هي البنوك التي داخل المملكه. والسبب في ذلك هو انه يعني عامه الشعب هنا لا يرضون باخذ فوائد ربويه، بينما البنوك يعني تأخذ فوائد ربوية متتابعة إما عن طريق بما يسمى القروض الإسلامية اللي حقيقة أنها شوهت صورة التعاملات الإسلامية الموجودة اليوم. نعم هذا الأمر يعني الأول. الأمر الثاني، أي نعم، الأمر الثاني أنه يعني ما يتعلق بالفائدة الأولى أنه المفترض حقيقة يعني خارج المملكة تطالب البنوك بالضرائب فتقوم بمشروعات في البلد وتقوم بإقامة مثلا طرق وتقيم مستشفيات إلى آخره. عندنا في الحل الإسلامي ولله الحمد مسألة الزكوات. الزكوات لو أنها قامت بها البنوك لا وفت بحاجة كثير من الناس ومن الفقراء ومن الشعب
لو أنها توضعت البنوك بمتابعة دقيقة جدا للزكوات. البنوك في بعض السنوات تصل ميزانيتها إلى ما يقارب ربما 5 مليار وأكثر. تقصد الزكاة يعني الزكاة؟ نعم. يعني قيمة الزكاة السنوية 5 مليار؟ لا أقصد رأس مالها. نعم. لو أخرجت هذه كم ستخرج بالنسبة للناس؟ هذا بنك واحد من البنوك. نعم. فما بالك إذا كانت جميع البنوك. يعني البنوك العالمية تتسابق الآن للسعودية هنا. نعم. للدخول، وهناك حقيقة شبه احتكار في 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 دخول البنوك كطبيعة كثير من الشركات في كثير من القطاعات. بارك الله فيك. الأمر الثاني وأنا ما أطير عليكم. تفضل. مسألة حقيقة وسائل الإعلام ومسؤوليتها تجاه هذا الأمر. يعني مسألة تكاملية. لا يمكن مثلا أن تطرح قناة الأسرة أو قناة المجد أو غيرها مثل هذه الموضوعات بشفافية ونجد أن هناك تجاهل من قنوات أخرى ومن وسائل إعلام أخرى. لماذا؟ لأن هناك مصالح مشتركة بينها. شكرا أنا ما أظن يخفانا أن هناك من هو منتفع من بقاء الأمر على ما هو عليه. أستاذ أبو عزام أشكرك شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. بارك الله لك. معنا أبو إبراهيم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. باختصار أنا ما نبغى نأخذ من وقتكم. تفضل. فيه موضوع توظيف النساء. أنا قريت خبر في الجرائد أن أكثر من وظف هذه السنة الفائتة يعني من النساء أكثر الوظائف. فيعني في أيضا ناس من داخل البلد يستغلون هالشيء ويبون يوظفون النساء بحيث أن الرجل عاطل الأخ أو الزوج والمرأة تعمل ومستغنية عن الرجل ومستغنية عن الزوج وكذا وتستطيع يكون لها سطوة على الرجل. نعم. الله عز وجل ذكرها يعني فضل بعضهم على بعض وقال الله عز وجل بما أنفقوا من أموالهم. فأيضا هناك من هو بيننا ويستغل هذه النقطة ويستغل ويريد الرجال أن يكونوا بهذا الضعف. فأرجو من الشيخ أن يوضح هذه النقطة. بارك الله فيك. شكرا أبو إبراهيم. أماني من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عندي مشاركة. تفضلي. عندي مشاركة. تفضلي. لماذا الوطن يعطي وبعض المواطنون يجحدون؟ وهل هذا الجحود بسبب الأسرة أم بسبب الفرد؟ ومن المسؤول عن هذا الجحود؟ ولماذا لا ننمي حب الله ثم المليك ثم الوطن عند الأشبال الصغار ليكونوا أسودا كبارا يحمونا؟ فهمت السؤال دكتور. يحمونا بإخلاصهم الأوطان. شكرا أماني. شكرا بارك الله فيك. دكتور يوسف الآن يعني ياس الحربي ذكر يعني قضية مشكلة البيوت. نعم. التي تملكها الشعب علما بأن هناك مشكلة الآن أيضا من البنوك. يعني تشتري مثلا يعني يشترون لك البيت مثلا بمليون ريال أو 1,200,000 وهو أصلا يعني قيمته تقريبا حدود 500,000 يأخذون تقريبا يعني الضعف كامل. ثم بعد ذلك يكون القرض على 25 سنة. يعني هل هذه تمثل يعني مشكلة وخطر قادم على الشعب؟ يعني هذه من الصور المتتابعة لقضية استغلال أفراد الناس، استغلال البنوك لأفراد الناس والنظر إلى مصلحة البنك لا أفراد الناس. نعم. أي نعم. وهو مضطر الآن منكسر أن يستخدم مثل هذه الوسيلة، والمفترض أن يكون عنده قروض متاحة. ونقول الدولة مثلا عندها قروض الآن. نعم. اللي هو صندوق التنمية العقاري. نعم. لكن هذا الصندوق لا يكفي 300,000. أصلا الأراضي الآن في الرياض كم يعني في الأحياء البعيدة الناية ما تقل قيمة الأرض أصلا عن 400,000-500,000. هذا الأرض الصغيرة الرديئة. نعم. أيضا البناء يحتاج إلى قرابة المليون الآن. 300,000 هذه قبل 25 سنة و30 سنة. نعم ربما تبني، أما الآن ما تكفي الحديد والإسمنت وهذه يعني ماذا يعني أنه يأخذ 300,000 ثم يبقى البيت معطل. نعم. فهذه كلها تحتاج إلى حلول، تحتاج أن يتضاعف بدل 300 يصير 600 يصير 700 يصير مليون. وش المانع؟ يعني هو قروض ثم تسد 1,000 ريال شهريا وتعود يعني وش المانع يا أخي؟ عندنا ولا يعني أنا أقول جامعة من جامعات المملكة جامعة كاوست يعني استنزفت خزينة الدولة 30 مليار دولار، يعني أكثر من قرابة 110 مليارات من الريالات. يعني أرقام ضخمة جدا جدا جدا. لو وضع شيء منها في مثل هذه الصناديق ووسع على المسلمين لتغير الحال. ولماذا الإنسان يتقدم الآن والسيولة ضخمة موجودة ثم يقف في الانتظار سرة إلى 15 سنة؟
طيب دكتور الآن يعني أبو عزام ذكر الزكوات، يعني لو أخرج الناس زكواتهم ما بقي هناك فقير، هل هذا يعني مصطلح صحيح؟ يعني ما في تفصيل يعني على كل حال، لكن هو لا شك موضوع الزكاة هذا ملف آخر. نعم. موضوع ملف آخر، وأخشى لو بدأنا ما انتهينا. طيب أبو إبراهيم ذكر عن تكلم عن لا أبو عزام أيضا تطرق إلى قضية وسائل الإعلام إهمالهم في قضية معالجة الفقر. نعم. والتطرق إلى مثل وسائل الإعلام الموجودة مع الأسف الشديد مشغولة يعني بقضية الخروج النساء مغنيات وممثلات وراقصات، واختلاط المطالبة باختلاط النساء بالرجال، وإبراز المرأة وتصوير المرأة، فالمشروع الليبرالي في إبعاد الشريعة سيطر عليهم وأشغلهم عن ما يتعلق بأمور الناس. فإذا جاءوا تطرقوا إلى أمور الناس وحاجة الناس قالوا المرأة ما منوعة أنها تدخل مطاعم، يعني هذه قضاياهم اللي يريدون، ما منوعة يعني، فهم يدورون في كل ما من شأنه إبعاد الشريعة. مثلا يناقشون قضية تزويج القاصرات، طيب الآن المجتمع يعاني من تزويج عدم تزويج الكبيرات الآن، لكن ما هي بقضيتهم هذه، هم كل ما من شأنه رد الشريعة وتعطيل الشريعة ونقد الشريعة فهم مشغولون به. ولذلك أنا أتحدى ليبرالي واحد من الليبراليين الذي يعلنون بهذه التسمية ويكتبون في الصحف السعودية أنه يتكلم في قضية شرعية حقيقية من حقوق الناس وحقوق المرأة، إنما تدور على محور واحد إبعاد شريعة الله جل وعلا. نعم. جميل. طيب معنا اتصال هاتفي سعود الغامدي من الهفوف. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أول شيء سأل الله أن يكتب جميع ما قال الشيخ ومسأله بالخير، ويكتب جميع ما قال في ميزان حسنات، لأن على كل شيء قدير. بارك الله فيك. بالنسبة للمشكلة العقار ومشكلة البيوت هي الشيء الرئيسي اللي الناس دائما يعني تدور حوله. إخواني أخواتي آسفين على هذا الخلل الفني الخارج عن الإرادة. نعود دكتور يوسف، أود أن أسألك يعني ممكن يعني حصل هناك خلل فني، هل هناك علاقة بين انتشار الفقر وانتشار الجريمة؟ هذا لا شك أنه فيه تلازم، يعني فيه هناك صلة، ليس نقول هناك صلة قوية جدا. نعم. فإن الفقر قد يؤدي الإنسان أحيانا إلى البحث يعني عن المال، وخاصة بالنسبة للنساء، إما ضعف القدرة على التعلم والدراسة وإلى آخره، أو الخروج البحث عن المال حتى وتقديم التنازلات فيما يقابل ذلك. وهذه من المشكلات، والأخوة في جهاز هيئة الأمر في المنكر حينما يضبطون بعض القضايا وبعض الشبكات وبعض النساء اللواتي تورطن في هذا الطريق، طريق الانحراف الخلقي بسبب قلة ذات اليد، يسعون مع بعض التجار الفضلاء بتسيير راتب شهري 400 ريال، طبعا على مقدارهم 400-500 ريال لهذه المرأة، وتأتي وتكف كل ما كانت تفعله لأنها تريد البحث عن لقمة العيش وعن الرزق. اي نعم. طيب الدكتور، الآن في دراسة أجريت في جامعة الإمام أحمد بن سعود الدكتور راشد الباز ذكر من خلال الدراسة هذه بأن المواطن حينما يستلم أو يكون له راتب شهري تقريبا 1660 ريال يصل إلى حد الكفاف. كم؟ 1660 ريال. دراسة يقول أنه يصل إلى حد الكفاف، توافق على هذه الدراسة؟ يعني كل مواطن يعني كل مواطن يعني تصور الآن مثلا يعني الآن الضمان الاجتماعي تقريبا حدود 800 ريال و860 ريال، يعني لو وصل إلى 1660 على هذه الدراسة هل ممكن يعني تساعد؟ يعني أنا أقول لسنا في بحث تقويم الدراسة، لكن أنا أقول المتطلبات الحياة صعبة. نعم. إذا فكر الإنسان في الفواتير، بس فواتير الجوالات والتلفونات والكهرب يعني والتلفون والغاز والماء، ربما استغرق هذه وزيادة، يعني هذا لعموم الناس. يعني أنت لا تؤيد ما أظن أني بعيد أيضا، يعني هو إذا قسم عليها أجار البيت والفواتير اللي ذكرتها وأشرت إليها القضايا الاستهلاكية، طبعا داخل الفرد الواحد فقط يعني قد يكون 5 أفراد تصير يعني قرابة 7000 ريال. عاد هذا موضوع آخر، إذا كان هناك في يعني بعض الأشياء التفصيلية الله أعلم، أنا ما أستطيع. طيب. أجزم ولا أعترض على دراسة لم أطلع على تفاصيلها. طيب معنا حصة من الرياض. حصة حصة معنا. ألو. أي معكم. أهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. نعم. تفضل. بس أنا عندي تعقيب، الواحد من الأخوان كلم وقال إن المرأة إذا كانت عاملة بتكون مستعلية على الرجل، وهذا الكلام مو صحيح أصلا. هذا الوقت محتاج الرجل
لمن يساند، ومحتاج المرأة لمن يساندها في الوقت. وبعدين هناك مطلقات وأرامل، لماذا ننظر للمرأة المتزوجة فقط؟ ما المشكلة عندك يا أستاذ حسن؟ أنا لا ما عندي مشكلة، بس أنا رجل اتصل قبل قليل وقال إن المرأة العاملة تكون مستعلية على الرجل، وهذا كلام غير صحيح. نعم شكرا. نعم. شكرا حصة. أنا عندي تعليق على ما ذكرت. أين؟ وعلى كلام الأخ أيضا السابق. أين؟ طبعا هو لماذا يسعى لتوظيف النساء ويكون توظيف النساء أكثر من الرجال؟ نقول هذه مشكلة. هو الأصل هناك تكامل بين دور الرجل ودور المرأة. نعم. الرجل المرأة تتولى حضانة الأطفال والتربية وفي البيت والمسؤولية، والرجل يخرج ويعمل ويأتي برزق من هنا وهناك. لكن قد يكون بعض النساء تحتاج إلى عمل، وبعض النساء ما عندها مانع من العمل، فنقول هناك ضوابط شرعية له. لكن أن يكون التركيز على النساء دون الرجال هذه مشكلة، وأدى إلى مشاكل. الآن بعض المؤسسات التجارية مع الأسف تأخذ بعض النساء، يعني توظفها في 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 المؤسسة وتكون سكرتيرة للرجل، وأحيانا ما في إلا رجل وسكرتيرة، وهذا بغض النظر لكن الاختلاط والفساد إلى آخره. يعني ولذلك أنا أقول المطالبة بعمل المرأة وظيفة لا مانع من بضوابطه الشرعية ومن عدم الاختلاط، ما مانع، بالعكس. بلحنا يعني المشايخ لما طرح موضوع توظيف النساء في المستلزمات، بيع المستلزمات النسائية، وهذا الآن في حملات موجودة في الإنترنت بالمطالبة أن يتولى ذلك النساء، ما موقف العلماء؟ يعني المؤسسة العمل الوزارة العمل وغيرها أو بعض الصحفيين أوهمت الناس أن المعارضة من العلماء، وهذا كذب. المشايخ يطالبون بذلك ولا يرون أن الرجل يبيع للنساء أساسا، وإنما النساء يبيعن للنساء والرجال يبيعون للرجال، هذا مطالبهم. نعم. وخاصة في ما يتعلق بالملابس الداخلية. ما الحل؟ قالوا بدلا أن تأتي بتوظيف النساء فقط في الملابس الداخلية والخاصة للنساء، إنما يكون للسوق النسائي كله، فتجعل السوق النسائي كله مغلق ولا يدخله للنساء. فبدل ما توظف النساء في 10 محلات وظفت نساء في 100 محل، الآن سيتضاعف عدد الموظفات إلى أضعاف مضاعفة. لكن وزارة العمل رفضت. لماذا رفضت؟ هل لأنه لا يحقق المشروع، مشروع التغريب ومشروع الاختلاط الرجال والنساء؟ يا أخي هذا العلماء طالب، وأن حتى اللي يبيع الأقمشة لا يبيع أهل النساء، ولا الذهب ما يبيع أهل النساء، والأواني المنزلية يبيع النساء، إذا كان المشتري من النساء في سوق مغلق لا يدخله إلا النساء. هذه قضية يجب أن تكون واضحة للإعلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نأخذ الاتصال محمد من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أول شيء أني أحبك بالله. أحبك الله الذي حبيتني أجله. الله يحفظك يا شيخ، وأنا من الناس اللي ضامين صوتي معك، بارك الله فيك، من القلب للقلب. الله يبارك فيك. وأولا لما حتى تكلمون عن وظائف المرأة، المرأة إن بقت في بيتها لكن تتحول إلى شركات، تتعامل مع شركات وخلاف ذلك، أولى به الرجال. الوظائف لو كان 3000 4000 تسد حاجة رمقهم، هذه واحدة. النقطة الثانية كما تفضلت على الدولة، لو بنت مساكن في كل منطقة وهي استفادت من المبالغ تعود عليها لصالحها، ونفتك من أهل الطمع والجشع، هذه واحدة. الذي لم يسبق مثلا منحة أرضية ولم يأخذ بسبق أنه أخذ قرض من البنك، فالأولى أن يأخذ البيت هذا لو كانت شقة بسيطة يسد بها رمق عيشه ويكف فيها أبناء وأعواله، هذه النقطة الثانية. وبعض كما تفضل الأخ السابق عن البنوك تطور زكاتها، ثم قال لي بعض الأخوة ان في اثناء الزكاه في بعض البنوك تنزل عشان تقلل من الزكاه حقها على ارصد بعض العملاء، فيجي العميل اللي يجي يسحب يتفاجئ ان رصيد زياده يختلف، فيخاف انه يسحبه، فيتضح ان بعضها انها زكاه للتهرب من الزكاه. نجد بعض الشركات، في الشركات الكبرى نجد من احلى الدول الخارجيه، الدول البرة، احنا ما نكره لهم ولا نمنعهم الحسد، نجد انه يتوظف في الشركه وغير مطلوب كفيله، كفيله يعمل في الرياض وهو متوظف احد الشركات، وابناء هذا الوطن. نعم. عاطل عن العمل. نعم. ويعمل. نعم. اجنبي من دول عربيه بحدود 3700 سائق، ما يحتاج انه لازم تكون عنده دوره او شيء، سائق عن عده ثقيله او خلاف ذلك، في الشركه يستقر 3700، ما اولى بها المواطن والكفيل في منطقه اخرى. شكرا شكرا شكرا. هذا والله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا أستاذ أحمد، بارك الله فيك. دكتور، في نقطة معينة. نعم. مهمة. الآن عندما يكون هناك فجوة تنموية بين المناطق، لما يكون هناك مثلا فرص العمل موجودة مثلا في الرياض، مثلا في المنطقة الشرقية، مثلا في منطقة معينة، المناطق أو الأماكن الريفية تحتاج إلى هذه الأشياء التنموية، ما هي المقترحات التي ممكن أن تصل إلى هذه الأماكن الريفية حتى تنعش وتتخلص من أداء الفقر؟
أنا ذكرت جملة من الحلول، أنا أشرت قبل قليل إلى أن هناك حلول عامة لا يختص بها أناس دون أناس. نعم. فقضية إعادة النظر في قضية القروض، لا يترك أحد، فالقرض للقاصي والداني، للي في الرياض واللي في طرف المملكة كلها، وما يتعلق بالوظائف وفتح المجال، ولا الحمد الآن المفترض أن تكون مثل هذه المستشفيات، الجامعات، الأسواق، أنا ذكرت ثلاث أمثلة الآن تغرق الدولة بأكثر، يعني بأكثر من 100 وظيفة، هذا الآن هذه إشارة سريعة وعاجلة، والفرص متاحة في مناطق المملكة، فتحتاج أيضا، والأمثلة كثيرة أخرى. نعم، فهذه من الحلول. في قضية أيضا عدم، في أناس عدم قدرة على التصرف في المال، عدم التصرف، يعني لا يعرف يحسن التصرف، عنده مشكلة، هو عنده مرض، عنده نقص، عنده قصور، أو امرأة ضعيفة أو كبير سن أو غير ذلك، يأتي قضية الزكوات والصدقات، أو تأتي قضية الضمان الاجتماعي ويسد حاجته بطريقة صحيحة وكافية. نعم، في أفكار جميلة طرحها الإخوان، يعني أيضا لا نغفلها من الأخوة المشاركين، ونعتبرها جميلة جدا، يعني إنشاء أحياء في كل بلد يتم التعاقد فيها بين الدولة وبين التجار، يا أخي أحياء، لا ننشئ أحياء والدولة تسد لهم، ثم أيضا يكون هذا قرض، لأن ما أخذ قرض أنا 300,000 ريال وقدم، وبعد 15 سنة يأتيني الموافقة، ثم أبحلبه ما أدري وأنا شبني، ما عندي أرض أصلا ولا أدري كيف أبني والمبنى، يعني يكون في حياة تنشأ وتكون كاملة متكاملة. نعم، يعني وثم بعد ذلك الناس يعني يأخذونها من الدولة ثم يتم السداد. نعم، نعم. طيب دكتور يوسف، الآن أنت يعني وضعت مقترحات، ولا شك إن شاء الله أنها تكون يعني تحظى باهتمام، لكن أريد أن يتصور الدكتور يوسف الأحمد في حال لو كان كل مواطن أو يعني شاب مقبع الحياة كان لديه قرض مثلا 150,000 ريال أو 200,000 ريال، وكان كل شخص يريد سكن قرض قرابة المليون، كيف الدكتور يوسف يتصور المجتمع؟ أتصور أنها ستعالج أكبر معضلة يعاني منها المجتمع، وربما أنا أكون في الدائرة أكثر، أنا وغير المشايخ الذين يأتيهم اتصالات يوميا عن أزمة عدم الزواج ومشاكل البيوع، المشكلة العظيمة الكبيرة، لا فيما يتعلق بالشباب ولا فيما يتعلق بالفتيات، وأنا أعتبرها أكبر معضلة اجتماعية. أنا أتصور بإذن الله تعالى أنها تندفع هذه المشكلة، ويستطيع الشباب أن يتزوجوا، وأن أن 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 تزول الفرقة والأزمة الموجودة الآن، ويشعر كل واحد من أبناء البلد أن المسؤول ومعتني به، ويطرح قضاياه ويعالج مشاكله. لكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه فالأزمة قائمة والمشكلة ليست هينة. نعم، لكن إذا خسرت البنوك بالطريقة هذه، إذا مثلا تيسر الدعم للمواطنين وتخسر البنوك بهذا الطريقة، يعني حنا الآن مشكلة الإشكال في البحث عن البنوك الآن القائمة. نعم، للمعلومية البنك الآن نظامه هو قائم على نظام الربوي الرأسمالي، الفكرة حتى التي تم أسلمتها إن صح التعبير هي تغيرت في السلعة فقط، هو إقراض واقتراض، هذا هو البنك. نعم، فالأسلمة ما الذي تم فيها؟ يقول أنا أقرض وأقترض، لكن غيرت الطريقة فقط، وضعت سلعة بينهما في الغالب يعني، لكن الحقيقة أن البنك ممكن أن يكون بائع حقيقي، يبيع الإسمنت ويبيع الحديد ويبيع البضائع التي تباع في الأسواق، ويبيع بالأقساط، ما في مانع، وهذا مباح في الشريعة، لكن ما عليه من قضية التمويل، ويبيع لك حديد ولا يبيع لك أشياء وهمية ولا لا، يبيع بيع حقيقي وفي أسواق ولها محلات، وهذا هو عمل البنك، يعني بالعكس بطريقة جيدة وتكون موافقة للشريعة، وينجح ويتقدم ويكون له أرباح كبرى بإذن الله تعالى. نعم دكتور كريم، أخيرا ختاما أذكر بأن ما أصابنا من الفقر وقلة ذات اليد مع الثراء الفاحش لعله من أسباب الذنوب العامة، والله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، ويقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولذلك لا بد أن نبذل الأسباب الشرعية في رفع هذا الظلم الذي علينا، قد يكون المال موجود لكن لا يحقق البركة، ويجب أن يكون هناك تناصح وتواصل مع المسؤولين في إنقاذ المجتمع من هذه المشكلة، وكلامنا كان عن المشكلة في المملكة. نعم، وإلا فالفقر في غيرها في كل مكان يحتاج أيضا إلى طرح آخر. نعم، نعم دكتور، يعني اسمحنا الآن نعرض النتائج التصويت. طبعا كان سؤال برنامج هل يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعية، الذين أجابوا بنعم بمقدار 35%، الذين أجابوا بلا بمقدار 55%، الذين أجابوا إلى حد ما بمقدار 10%،
تعليق الدكتور على هذه النتائج الذين يقولون بلا 55% ليس الظاهرة. نعم هذا أنا أظن لأن الناس عندهم والله تعالى أعلم ما هو الفقر. يعني أنا مثلا قد يكون عبد الله ليعين الله مثال يعني قد يكون في الشرع فقير مثلا وإن كان عنده السيارة لكنه مديون وعنده كذا لكن الناس ما يرون أنه فقير لكن في الحقيقة أنه فقير شرعا. نعم دكتور يوسف أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الرائعة. بارك الله فيك. إخواني أخواتي عقارب الساعة تشير إلي بالتوقف ولكن إلى الساعة 9:30 بإذن الله مساء السبت القادم في حلقة بعنوان المرأة في المجتمع الطبي مع الدكتور صالح الصقير. المخرج تفضل. دعم المخرج يعني يشير لي يعني هل يعني لو يكون هناك صرف رواتب شهرية للعاطلين عن العمل يعني هذا موضوع يعني يطول فيه التفصيل. نعم. نعم وهو بدل يعني له تفصيل آخر لكن احنا لا نحتاج أن نضطري فيه بدائل كثيرة جدا. نعم. يعني في حق مثلا حق المرأة الحاضنة. نعم. ايه هذا لا بد منه المرأة الحاضنة المعلمة لطلابنا في الابتدائي والمتوسط لكن من أولى إلى 7 سنوات. نعم. الأم ينبغي أن تعطى راتبا حتى تبقى وتربي ولا تخرج العمل. نعم. نعم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات أستودعكم الله إلى اللقاء إن شاء الله في مساء السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.